ضربت عليا وخلات ربعين عام وانا شوية وحيد. مش الحياة هذي ما في ميدة الصراحة، الحياة هذيك حلتها. كان عيط لي التليفون الجوج السلام عليكم لاباس اخت الله حفظه، وهربت عليا وخلات 40 عام وانا شوية روحي الان وخلاتني وجهت وانا علي الله ما عندي والو لا تقاعد لا والو 40 عام اي 40 عام ما وجدناش ولاد 63 حي مع 64 63 شهادة تقاعد 64 عادية كان خدموا جوج روزين للشركة ديال المطيشة انا مرضت وهي بقات خدامة تكمل التقاعد ديالها وعجينا من قادير ملي جينا ولات ست التقاعد ديالها مدصرها وانا نبقى نسير عليك انا نبقى نسير عليك والتالي هزت راسي ومشيت قال عيط لي التليفون الجوج وغاش قالت لي انا قانت منك دبرات قالت لي وتعرفت عليها من الصغر شحال كانت 20 عام شي 20 24 كانوا دارهم وكنت نمشي واخد غضب الرداق ودوك دارهم ماتوا والديه ماتوا وكانوا معاه كارين صافي الدار تشدت ولاو خواتها وبنتها ولاتها بنتها وخواتها مستافدين وصافي كتمشي عندهم وهي كتمشي عند خوتها انت اش بغيتي بيه هو خدام ردام اش بغيتي بيه سمحت لي وخلاتنا ميتها ما كناش وهي بقيت وحدي ما مولفش على شي 40 عام مولفش دابا الحياه هذي كلشي دايخه كلشي الحياة هذي ما في ما يدا الصراحة الحياة هذي كحل دابا عندي كوار رواد كنبيع مراه نحط لها كار كنبيع الكار واش نسير ناكلو نخلص الكرة 10,000 الكوزين واحد الكوزين تشوفوها وهي مريض ودابا ما كاينش نزيد ما كاينش نزيد شوية وعيا ما كاينش نبدا دواء ونشرب أنا مقيد معاه في ذاك اللي ذاك فلوس باش نسعولك فلوسه انا في مقاريش مقيد معاها وبغي يدوز الدواء كان سوقي الفلوس دابا راه هي كلشي عندها كلشي دات 06 19 65 18 33